تسعة مش أي حاجة بجنيه، أي ساندوتش بجنيه، أي ساندوتش بجنيه، أي ساندوتش بجنيه، أي ساندوتش بجنيه، أي حاجة بجنيه، أي ساندوتش بجنيه، أي ساندوتش بجنيه، أي حاجة بجنيه، أي ساندوتش بجنيه. الكبده دي الساحه الصح بناكلها بناحية بامر ربنا عم سمين واحد بس هي الكبده دي على بسوق الجمعه بتاعت الغلابه احنا ناس غلابه بناكلها بجنيه واي خدمه يا عم سمين اي سندوتش بجنيه عم سمين كلمني بقى عن الكبده والكفته والحواوشي انت هنا يعني ارخص سندوتش هي 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 الكبده والكفته والسجق اللي انا ببيعهم في المطبخ السندوتش ب 5 جنيه انا من مطبخ مصر السيده زينب انا ببيع هناك السندوتش ب 5 جنيه انما انا هنا ببيع السندوتش بجنيه عشان هنا الناس غلابه مسميني هنا انا بتاع الغلابه والماشي ورا المثل اللي بيقول بيع كتير تكسب اكتر بدل ما بيع 200 300 سندوتش ببيع 2000 سندوتش و3000 سندوتش والحمد لله والحمد لله بلاقي فيهم لقمه عيش واتحدى اي صنايعي في مصر يعرف يطلع السندوتش ده بجنيه ويكسب من وراه والحمد لله ربنا بيكرمني اخر كرم وهو يوم في الاسبوع عشان الناس الغلابه الناس اللي بتيجي في سوق الجمعه دول ناس غلابه فاللي معاه 5 جنيه بياخد 5 سندوتشات بياكل وبيقول الحمد لله وبعدين مش يوم ولا يومين انا بقالي 20 سنه في سوق الجمعه وهو السندوتش بجنيه ما بغلوش وايام الثوره ايام التحرير وشعب مصر كله شايفني وعارفني في التحرير برضو كنت ببيع السندوتش بجنيه وما زلت والحمد لله ربنا كرمني اخر كرم وزي الفل طب انا عايزاك بقى يعني قول لي ازاي بتعرف تطلع السندوتش بجنيه وتجيب اللحمه نفس المنتجات اللي هي في المذبح اللي بتتباع السندوتش ب 5 جنيه الكبده ب 50 جنيه كيلو الكفته ب 40 جنيه كيلو كله مستورد الهمبرجر اللي هو العائلي الشعبي وطبعا واحده الهمبرجر ما بحطهاش في السندوتش انا بقسمها في كام سندوتش عشان برضو الاقي لقمه عيش والحمد لله ربنا بيكرمني اخر كرم ده سجق اسكندراني يا عمايلك انت عباره لا عباره عن كفته بحطها بقوطه بصلصه وبغليها مع بعض كده بتستوي ني في ني بيبقى طعمها زي العسل بس ده كله من صنع معايير ايديك يعني الحمد لله الحمد لله وربنا يخلي لي الحاجه في البيت هي اللي بتسوي لي الحاجه بتسوي لك الحاجه هي بتسوي الحاجه وانا عندي الرغيف بنص جنيه انا بجيب رغيف بنص جنيه بقسمه وببيع النص بجنيه بتاع الملابس جنبينا بناكل منه عايشين عليها وانا بتاع المشمعات بناكل عليها بنيجي بطننا بتتملي بجنيه ب 5 جنيه بنشبع والحمد لله نشكر عم سمير وام الست اي حاجه بالجنيه انت خدت كام واحد طيب انا بجيب لك اهو انت خدت كام واحد خد يا حبيبي طبعا يا سمير انا عايزاك تحكي لي السندوتش بيتكلف معاك كام ومكسبك فيه بيطلع ازاي دي ارزاق هو ربنا بيكرمني من غير ما اعرف هو ربنا بيرزقني اتاكد تاني على حته ان انت ده سعر سوق الجمعه بس ما هو ده سوق الجمعه بس انا ما بشتغلش فيه يافطه كمان ايه دي اللي شغال بيها في السيده سمين وعدس وجبنه وبيض وفول بقوطه وكل حاجه بالتشكيله بتاعتي بقى طبعا اهي يعني انت بتعمل يوم الجمعه يوم الجمعه ده بس كده انا بلاقي فيه لقمه عيش اكتر من شغل السيده كمان الحمد لله الحمد لله بيع كتير تكسب اكتر وبسمعها وانا واقف كده الناس ماشي ايه دي لحم الكلاب دي ولا ايه الناس مش فاهمه حاجه انا عندي 60 سنه في السوق واعرف اطلع مكسبي من ابو جنيه ده زي الفل والحمد لله وكل اللي واقفين دول زبايني وكل يوم بياكلوا من عندي كل يوم جمعه بياكلوا من عندي يا جماعه الجمهور هنا كبير جدا اي سندوتش بجنيه كبده كفته همبرجر حواوشي الناس كلها بتشكر فيها
حاضر يا مستر. فرجنا كده بقى يا عم سمير وانت بتعمل السندوتش. ومفيش حاجه اسمها السندوتش فاضي، السندوتش مليان وزي الفل. سندوتش بجنيه. بنقلل طبعا من ايه؟ مفيش طحينه، مفيش قوطه، مفيش خيار، عشان نلاقي لقمه عيش. بنقلل التكلفه عشان نلاقي لقمه عيش. انما هي الكبده اللي ببيع السندوتش ب 5 جنيه في السيده، وهي هي الطبخ وكل حاجه. كبده كفته فوقها همبرجر حواشي، اي حاجه بجنيه، اي سندوتش بجنيه. عايزه ايه؟ الحمد لله. خمسة مشكل من كل نوع واحد كده بخمسة بخمسة، وكله شغال زي اللي بيقول لي ثلاثة بديله خمسة، وباخد الخمسة بالعافية والذوق. عايزة اتنين ايه؟ يلا يا جميل تعالى يا حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ تعالى الناحية دي. طيب اي سندوتش بجنيه، كفته كفته فوقها همبرجر حواشي، اي حاجه بجنيه، اي سندوتش بجنيه، اي سندوتش بجنيه، كفته كفته فوقها همبرجر حواشي، اي حاجه بجنيه، اي سندوتش بجنيه، اي سندوتش بجنيه. الاثنين احنا بنسوق الجمعه من قبل التحرير كمان. اي حاجه بجنيه. سوق الجمعه من قبل التحرير. طب عم سمير عايزك تقول ليه؟ اي سندوتش بجنيه. ان ربنا يديني الصحه بس لا اكتر ولا اقل. والحمد لله عندي بنت محاميه والثانيه مهندسه والتالت بكالوريوس سيجاره زي الفل. الحمد لله. اي سندوتش بجنيه. خمسه كده وخمسه سجق. ما بعرفش الف جسمي يا جدعان، تعالوا كده. ما بعرفش الف جسمي يا جماعه. في ايه؟ لو صوروكوا قولوا اللي بياكل ابو جنيه اهو. اي حاجه بجنيه، اي سندوتش بجنيه. يلا يا سيدي. اي حاجه بجنيه، اي سندوتش بجنيه. نعم يا جميل. اي سندوتش بجنيه. ايه؟ معاك والله يا محمد. خد يا حبيبي. هم مسميني هنا بتاع الغلابة، أنا هو ده بتاع الغلابة. تعالى يا ريس، تعالى يا ريس، تعالى يا ريس. عايز ايه طيب؟ انا ما اعرفش الف جسمي كده. الله. يعني عم سمير بيبيع لنا سندوتش الكبده ارخص من الكشري. اه طبق الكشري ب 10 جنيه مش هيشبع، انما لما ياخد خمس سندوتشات ب 5 جنيه هيشبع. يلا يا سيدي. ها مين اللي عايزني؟ مين قال انا؟ عايز ايه؟ تشكيله؟ عم سمير انت كمان اكيد بتجيب ال 10 جنيه اسعار خاصه لان احنا بنجيب كميات. لا هي هو المخبز بيعمل لي العيش مخصوص بتاعي يوم الخميس، بحاسبه يوم الخميس يطلع لي العيش يوم الجمعه باخده وبجي على هنا. جبت نص جنيه انا بعت له السندوتش، يعني دي تقف عليها بربع جنيه. والحمد لله ربنا بيرزقني جامد الحمد لله. نعم يا ريس. خمسه مشكل. والله معاك خمس سندوتشات. اربعه فين وواحد حواوشي. الراجل يا جماعه عمل العرض ده للناس بتوع سوق الجمعه بس. يلا جميل. هات يا بابا. واحد ايه؟ عندي ايه؟ عرض تانية. ها؟ خلص يا بابا. اي سندوتش بجنيه.
خد يا ابو انت دفعت كام يا حبيبي؟ كيلو كبدة لا بيعمل ايه ديت ما اقولهاش. هو كيلو كبدة المستوردة بخمسين جنيه، كيلو كفتة باربعين جنيه، الهمبرجر الشعبي الواحدة بخمسة وتلاتين جنيه، عشرة مشكل. لا ما بكتروش، هي الكبدة الكبدة طبعها تبقى زفرة، فانا بعالجها بالبصل والفلفل بتاعك والبهارات تبقى زي الفل. ودي صنعتي وعارف بعمل ايه، بخلي السندوتش زي العسل. اتنين بتلاته بس يا حبيبي، الواحد بجنيه. وادي تلاته جنيه. اسال يا عم سمير بيقول لك عشان اناجيب الغاز، انا عايزاك توضح لهم حته ان انت بتبيع كتير عشان يا حبيبي يا ابني. يعني معلش يا عم سمير وضح لهم تاني حته ان انت بتبيع اكتر عشان تكسب اكتر. قولها لنا تاني عشان في ناس لسه داخلين حالا. في مثلا ايه يعني، في واحد في اخر السوق يبيع سندوتش ب 3 جنيه. اه. مثلا ايه جايب ايه 200 جنيه. استنى تاني معلش. في واحد في اخر السوق بيبيع سندوتش ب 3 جنيه وب 4 جنيه. بلاقيه جايب 200 رغيف فينو وممكن يروح منهم، يعني ما يخلصهمش عشان يروح بيهم. انما انا الحمد لله بجيب 2000 رغيف، 2000 ونص، 2500 رغيف، ده غير العيش الحواوشي. وهو يوم ربنا بيبقى كله خير وكله رزق والحمد لله. يعني المثل اللي بيقول بيع كتير تكسب اكتر، ده المثل ده صح وانا ماشي بيه من زمان قوي والحمد لله. اكتر من 20 سنه كمان الحمد لله. هو يا جماعة ماشي بمبدأ بيع كتير تكسب أكتر، وزي ما احنا شايفين السندوتشات حجمها مناسب للجنيه أهو. ثانية واحدة يا عم سمير أهو بيقطع الكفتة وبيحطها في السندوتش زي ما احنا شايفين. وافتكر ان الزبون لما بياخد السندوتش وبيعجبه بيجي لي تاني. كل زباينك بيرجعوا لك تاني. بيرجوني تاني الحمد لله. واحد سجق، واحد كبدة، واحد كفتة، واحد همبرجر، واحد حواوشي. اتفضل يا استاذ. استنى خد الباقي. يا جماعة بيرجعوا له تاني وما شاء الله، يعني هو بيقول بيرزق رزق جامد أكتر من لما بيبيع بسعر أعلى. 45 يعني أنا بتمنى إن طول الأسبوع يبقى يوم جمعة. بتمنى ان طول الاسبوع يبقى يوم جمعه، الخير كله يوم الجمعه الحمد لله. بتيجي هنا امتى يا عم سمير؟ الفجر. انا بصحى الساعه 2 بالليل عشان احضر حاجتي واجي هنا الساعه 5 الصبح اصلي الفجر واشتغل على طول. وتقعد لغايه امتى بقى؟ بتخلص امتى؟ الحمد لله العصر بكتير قوي، بصلي العصر وامشي. قول لي عايز ايه؟ طب يا بابا خد اتنين همبرجر اهو. عايز خمسة ايه؟ شكل الله زي ما احنا شايفين، يعني راجل اخلاقه عالية جدا ما شاء الله. بتمنى ان ربنا يرزقه. الحمد لله. طب كلمنا كده عن مواقف بقى بتحصل لك وانت بتبيع هنا يا عم سمير. الحمد لله الزبون عارفني وبيجي وعارف بياكل ايه. في زبون بقى ما يعرفش بيقول دي ايه، ده اكيد كبده كلاب، اكيد كبده بتاع، فانا بسيب اللي يتكلم ماليش دعوه. وفي الزبائن اللي بتقعد بتاكل هو اللي بترد عليهم، الزبون هو اللي بيرد عليه. قول له تعالى كل سندوتش وتجرب، بياكل سندوتش الايه كان سبعه وثمانيه وهو واقف. بس كل ده برضه بمساعده المدام، بمساعده المدام. طبعا طبعا طبعا.
ربنا يخليها لي، هي اللي بتقوم معايا الساعة 2 بالليل، أنا بقطع الفلفل والبصل والحاجة وهي واقفة على النار بتسوي لي حاجتي. الحمد لله. عم سمير ملك الكبده في سوق الجمعه، كبده وكفته وهمبرجر. كفته وايه يا بابا؟ كفته وايه؟ كفته وايه؟ جنيه واحد بس. اصل لا كفته وكبده، كفته وكبده بس مش على بعض. كفته وكبده مش على بعض، بقاله عايز واحد كفته واحد كبده. هم يقولوا سوق الجمعة. واحد كبدة واحد حواوشي على جيد. واحد كبدة واحد حواوشي.